بعد أكثر من عامين من المعارك الطاحنة، يعيد رئيس جنوب السودان سيلفا كير تعيين خصمه السياسي السابق وزعيم المتمردين رياك مشار نائبا للرئيس بموجب اتفاق سلام. التعيين لاقى ترحيبا ولا شك من مشار الذي وصفه بالخطوة إلى الأمام على صعيد تطبيق اتفاق السلام، اتفاق رغم توقيعه في 26 أغسطس بالعام الماضي لم يحل دون استمرار المعارك التي دأب الطرفان على تبادل الاتهامات بانتهاكه. وتعلق الأمال أن تكون عودة مشار إلى منصبه الذي أقيل منه عام 2013 بداية جديدة لتقاسم السلطة بين كير ومشار. معنا للحديث عن هذا الموضوع من القاهرة النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان ورئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي في المعارضة دكتور رياك مشار. أهلا وسهلا بك في سكاي نيوز عربية. إذا نحن نحدثك الآن من القاهرة، هل العودة قريبة إلى جوبا وهل يمكن أن نضمن هذه المرة تنفيذ اتفاق السلام وعودة السلام والهدوء إلى جنوب السودان؟ شكرا جزيلا. أنا أمس تم تعييني نائب أول للرئيس الجمهورية، سنذهب إلى جوبا في فترة وجيزة عندما الترتيبات الأمنية تتم عملها. أنا أعتقد هذه الخطوة خطوة إيجابية لإنفاذ اتفاق السلام. طب هل هذه هي الخطوة الوحيدة يعني كانت منتظرة؟ ألا يوجد هناك خطوات أخرى فيما يتعلق أيضا في موضوع تقاسم السلطة؟ هل انتهى الأمر على ما يجب ما يرضيكم؟ حقيقة في خطوات كثيرة لم تتنفذ حتى الآن. عزل السلاح من مدينة جوبا وترحيل قواتنا إلى جوبا وتكوين الحكومة. طبعا تكوين الحكومة تحدث بعد ما نسل جوبا في وقت قريب. أنتم كنتم طالبتم بمناصفة الحكومة، عدد مساوي من الوزراء والوزارات في الحكومة، لكن ستحصلون على عدد أقل، 10 حقائب على ما أعتقد. هل هذا سيضمن لكم التمثيل السياسي الذي ترغبون فيه؟ حقيقة الأمر الذي نحن نريده هو الإصلاحات في الحكم، إصلاحات في الجيش، والإصلاحات في القوات الأمنية، والإصلاحات في الاقتصاد، وإصلاحات في أجهزة العدلية. أما تمثيلنا في الحكومة الآن لدينا 10 وزير والطرف الآخر 16 وزير. أنا أعتقد في الفترة الانتقالية نحن ممكن نكون حكومة قوية تنقل البلاد من الوضع الحالي إلى وضع أحسن. طيب هناك اتهامات كانت دائما متبادلة وخصوصا للقوات التي تقودونها بأنها سيطرت على المناطق النفطية وأنها كانت يعني ترفض التزام وقف إطلاق النار. الموضوع أخذ وقتا طويلا، ما الذي تغير الآن على الأرض حتى يلتزم كل طرف بما عليه؟ نحن من جانبنا التزمنا بوقف إطلاق النار منذ ما نحن وقعنا الاتفاق في 17 أغسطس عام الماضي، ولكن الحكومة حتى اليوم كانت تحاجم مناطقنا، ولكن قررنا أن نعود إلى العاصمة ونكون حكومة جديدة انتقالية، حكومة وحدة الوطنية لإيقاف كل ما تدور الآن. طيب ماذا عن أوغندا ودور أوغندا والقوات الأوغندية؟ ما الذي سيكون مصيرها بعدما تدخلت في هذا الصراع؟ الآن أنتم الآن تريدون تنفيذ اتفاق السلام، فما هو مصير هذه القوات؟ أنا لو تتذكر قبل 2 أسبوع أنا كنت في عاصمة الأوغندية وقابلت الرئيس الأوغندي يوري موسيفني، وهو طمني بأن سحب معظم قواته من جنوب السودان، تبقى جزء من القوات في غرب
الاستوائية لأمر آخر نحن كلنا نعلمه والجيش الرابط. طيب ماذا عن العلاقات مع الخرطوم مع السودان؟ هناك بعض من قال بأنه بعد انقسام يعني السودان إلى السودان وجنوب السودان ربما كانت الخرطوم ذات مصلحة في أن يكون هناك خلافات في الجنوب السوداني. كيف تقيم دور السودان وكان هناك جولات حتى ومساعي وساطة في خلال هذه المرحلة؟ كيف كان دور الخرطوم برأيك؟ أولا الخرطوم في التفاوض كانت جزء من الوساطة وساطة أصيلة وحقق الخرطوم هذه المهمة بنجاح. أما خلافاتنا في جنوب السودان كانت خلافات داخلية في الحزب الحاكم وكنا رفعنا مذكرة حول قضايا الفساد حول القبلية حول انتشار إخلال الأمن في البلاد وحول إدارة الحزب الحاكم كانت وتدحور الاقتصاد. الحكومة ليس لها دخل في هذه القضايا اللي اندلعت بها الحرب. نعم. طب اسمح لي أن أسألك عن هذا السؤال يعني إذا كنا قد أنهينا هذا الفصل. يعني هناك ما زال من يقول بأنها كانت في البداية محاولة انقلاب عسكري يستدل بذلك بأنه كان معكم قوات عسكرية كبيرة رغم عدم وجودكم في السلطة. فماذا تقول الآن بعد تحقيق السلام؟ طبعا السلطة الإيجاد في اجتماع رسمي أقر أن ما كان في انقلاب في سنة 2013 ديسمبر، إنما حدث كان اشتباكات بين القوات وخاصة في الحرس الجمهوري. أنا اتبريت من الإقليم أن ما في انقلاب حصل في جوبا. ما حدث هو مجزرة دبرت في جوبا وعلى ذلك حصل تحقيق من الاتحاد الإفريقي والأوراق موجودة. طيب سؤال مهم الآن، كان هناك يعني مآسي إنسانية كثيرة بسبب القتال بينكم وبين السيد سلفا كير وقواته، يعني حوالي 40,000 مهددين بالجوع الآن، أكثر من 2.5 مليون أيضا فيهم أخطر. ما الذي ستفعلونه لإسعاف هؤلاء بأسرع وقت؟ نحن بعد تكوين الحكومة سنفتح كل قنوات للعمل الإنساني في جنوب السودان، لأن في 4 مليون محدد بالجوع في جنوب السودان، لذلك حيكون أول من أولوياتنا في الحكومة الوحدة الوطنية. طيب الآن الاتفاق، يعني هناك تقاسم للحكومة وحتى تقاسم للبرلمان الجديد حسب ما فهمت من هذا الاتفاق، يعني أين إذن هي الديمقراطية؟ هل ستبقى جنوب السودان محكومة بتقاسم سلطة بين طرفين يمثلان يعني قبيلتين كبيرتين؟ هل هذا سيحكم السودان من هنا إلى الأبد؟ جنوب السودان عفوا. طبعا نحن في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة نحن قوة وطنية، حركة وطنية لا نمثل قبائل، وحقيقة أن الآن في الحكومة تقاسم الحقائب بيننا كطرفين النزاع وبعض من الأحزاب، وفي المجلس إننا نسيب مناسب لفترة الانتقالية، ولكن بعد الفترة الانتقالية لمدتها 30 شهرا هتجرى انتخابات في جنوب السودان وهتشارك الأحزاب كلها المسجلة يعني. نعم، شكرا جزيلا، نتمنى فعلا هذه المرة تنفيذ اتفاق السلام والسلام لجنوب السودان. شكرا جزيلا لك النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان ورئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي الدكتور رياك مشار، حدثنا من القاهرة. بهذا وصلنا إلى نهاية ملفات غرفة الأخبار.
غدا موعد جديد وملفات جديدة.